السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذني طيور محل ابو عباس، بعدهن صغار، الزوج ب 12000. اي زوج يعجبكم سعره 12000. حمر بعدهن صغار. هذني الطيور محل ابو عباس يسموهن خابط، يعني جميع النوعيات. سلام ورحمة الله. اكو الطير بثلاثة واكو باربعة خمسة وستة الحد العشر آلاف سعر الطير. هذن الطيور ايضا محل ابو عباس. الحمور الواحد ب 6000 والتور التك ب 10000. امهات عيون السود. هذني الصغار الزوج 6000 والكبار الزوج 20000. هذني الطيور ايضا محل ابو عباس، اي تك يعجبكم سعره 3000. زواجي الحمر اي تك ب 3000. هذن الطيور اي تك يعجبكم 5000. عرافي الحمور سعر التك 5000. هذني الطيور نهاية الزوج 14000. أي زوج يعجبكم سعره 14000 نهايته. هذني الأرافل سطح كامل، البيعة الكل يعني شلع، تلقوهن بمحل أبو عبد الله. نهاية الزوج 12000 وياهن هذا الأسود. هذا التار سعره 15000 وهذا الأصفر سعره 50000. ذاكرين أسعارهن ذني قبل. الأرافل نهايتين الزوج 12000 بيعة وحدة موجودات محل أبو عبد الله.
أغني تور أي زوج يعجبكم نهايته 15,000. أيضا محل أبو عبد الله. هذني حمور صغار أيضا محل أبو عبد الله نهاية الزوج 15,000. هذني الطيور تلقوهن المحل من هلا أبو حسن. أي طير يعجبكم سعره 3,000. خذ راحتك حبي. أنواع الطيور زواجي الحمور باقي أنواع الطيور أي طير 3,000. هذني زوجين 10,000. ايضا محل منهل. هذني طيور محل علي العجيلي الهنداويات زوجهن 10,000 عرايس. باقي الطيور التكب 8,000. أي طير يعجبكم سعره 8,000. هذني سعر الزوج 10,000 وبهم مجال. ايضا محل علي العجيلي. هاي طبعا احنا صورنا الخانة البرة راح ندخل بالمحل ونشوف الطيور الباقية اللي عندك. هذني الطيور محل علي العجيلي اي تك يعجبكم سعره 4,000. الطير الواحد 4,000. هذني الطيور العدد 7,000 بلاش والله ما الولد مستطرق جايبهن المحل علاوي. تعال بينات بس الشورى. هذني الطيور محل علي العجيلي سعر الطير 3,000 ما عدا التور التك 4,000. اي طير يعجبكم سعره 3,000 ما عدا التور الواحد 4,000. هذني اخوت ابيض تلقوهن محل سجاد سعرهن 10,000. بعدهن صغار مو سجاد؟ هذني صغار. هذني تور يسموهن ولايف بيعه وحده ذني نهايه الزوج 13,000. تلقوهن بمحل سجاد ما عدا هذا الاحمر وحده ب 5,000. هذا مو ياه سجاد بيهن امهات عيون السود. بيهن امهات عيون السود امهات عيون البيض. هذني الطيور
ايضا محل سجاد. اي طير يعجبكم سعره 4000 ما عدا هذا الاصفر وحده ب 10000. طيور محل نور التور نهاية الزوج 14000، والحمر نهاية الزوج 10000، والزواجل الزوج ب 6000 وب 5000 هم يصيرن. وهذا النسور شو يسموه؟ بصار على 10000. هذا النيل بصاروه الواحد ب 10، لا زوج زوجين ب 10000 البصاروه. اليوم نور عنده تنزيلات. هذن الطيور هنا ايضا محل نور. اي طير يعجبكم سعره 4000، وهذا التاب ما عدا هاي الطيرة التيدية وحدها ب 50000. السلام ورحمة الله. ذني فناجز باكستانيات ابو خدود السود نهاية الزوج 15000، تلقوهن محل بشار. هذني عسليات نهاية الزوج أيضا 15000. هذني زوج عاديات 6000. طيور الحب تلقوهن بمحل بشار. العادية سعر الزوج 12000، أمهات عيون الحمر الزوج 15000. ذني ثلاث دجاجات وديج يسموهن بوم بلجيكي، تلقوهن بمحل ابو عبد الله، سعرهن 125000. انتبهوا شباب، ذني مو اسبانيات، نوعية الدجاج بوم البلجيكي. هذني الكل ديوجة بس دجاجة واحدة، بس هاي الدجاجة. الزوج 35000 شعر. دجاج قطني بيعة وحدة. هذا بيعة وحدة نهاية الزوج 35000. سلام ورحمة الله حبيبي. يا ذول الحلوين يم محل علي العجيلي منورين حبايبي. يلا خذوا راحتكم حبيبي على راسي. هذني البيضات مال اسباني ومال كوجين، اسباني كوجين سعرها 1000 دينار، بس ما انصح هسه تشترون بيض يا شباب، لان موسم التكريك مو هسه، يبدي من شهر التاسع نص شهر التاسع على برد الوقت، لان هسه حتى اذا فقسن الفراخ يتاذن، تصير بيهن انواع الامراض مثل مرض الجدري نيوكاسين او غيرها من الامراض مثل التنفسية، لان الجو حار والاسهال وغيرها من الامراض. سعر البيضة 1000 دينار، تلقوهن هذن البيضات من محل علي العجيلي
بيض مال اسباني ومال كوجين. تحياتنا جميع المشتركين الطيبين. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.